ربما يكون من المناسب أقول إن مصر فيها حوالي 5 مليون من المهاجرين عايشين في وسط مصر. بالنسبة للمصريين أقباط ومسلمين لنا علاقات طيبة جدا، ولنا دور أيضا في مجال رعاية الذين يأتون كمهاجرين إلى مصر. عندنا مهاجرين من سوريا ومهاجرين من السودان والبعض من العراق ودول أخرى. فمثلا الكنيسة القبطية تساعد في إقامة بعض فصول التعليم للمهاجرين القادمين من السودان، وفي بعض المناطق الأخرى نساعد القادمين من سوريا في بعض الأنشطة الاجتماعية من خلال الكنائس، من خلال وجودهم في الكنائس. ولكن الدولة أيضا تقوم بنشاط واسع جدا في رعاية هؤلاء.